في البداية أخوي عامر، خبرنا، نحن سمعنا وايد عن بطولة الإمارات للأسلحة المرخصة، خبرنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة أطلقت العام الماضي في النسخة الأولى، والسنة هذه أطلقناها إن شاء الله، يعني نحضر لها يعني على أساس أن إن شاء الله تكون بدايتها من 11/10، بتكون البطولة في 6 أندية على مستوى الدولة: منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الظفرة، ونادي العين، ونادي عجمان للرماية، وأيضا نادي مصفوت ونادي الفجيرة. التصفيات بتكون في 6 أندية، ومن بعدها بتكون النهائيات. ولكن اليوم ميزة الرماية هذه أن المواطن يرمي بسلاحه المرخص، يعني أنت ما ترمي بالسلاح الموجود في النادي، أنت ما تعرف مقاساته، ما تعرف وزنية السلاح. أنت اليوم سلاحك الشخصي اللي أنت متعود ومتدرب عليه ومشتريه يعني باختيارك وبتأني، هذه الميزة، وهو حفظ للموروث. وأيضا البطولة أتاحت المجال والمشاركة أن كل شخص يشارك بالأسلحة اللي هو يرغب المشاركة بها، مثل المسدس 9 ملي، مثل السكتون. السكتون طبعا فئة الرجال وفئة السيدات وفئة الناشئين، وأيضا التوتو 3 البندقية والبندقية 308، وبالإضافة إلى رماية الشوزن. هذه المسابقات اللي بتكون في بطولة الإمارات، بالإضافة إلى استحداث هذه السنة اللي هو دوري أندية الرماية وشركات الأسلحة. اليوم الأندية موجودة وشركات الأسلحة بترعى فرق لرماية الصحون في السكتون وفي التوتو 3، والرعاية هاي بتكون على أن كل نادي يتقدم للسكتون وللتوتو 3 بفريقين، الفريق من 4 أشخاص زائد 1 احتياط. بتكون اليوم نحاول أن تكون الرماية هذه ودخول الشركات إن شاء الله نقول يعني مثل الاحترافية، أن يبدأ استقطاب المواطنين وأن يمثلون الشركات ويكون التنافس ما بين الشركات، ويعني حتى الشركات اليوم تعتبر هذا الشيء من قبلهم مساهمة مجتمعية، وأيضا في نفس الوقت هو تسويق للشركات هذه وظهور اسمها في مثل هذه المحافل. ان شاء الله انتم دائما مميزين بمبادراتكم. نحن شفنا موقع توقيع اتفاقيه بينكم وبين كركال بخصوص استبدال الاسلحه، وهي لها صدى كبير سمعنا له، فليت تخبرنا عن هاي المبادره؟ في 2020 تم اطلاق مبادره الدار امان بالتعاون مع بين مكتب الاسلحه والمواد الخطره للمجلس الاعلى للامن الوطني، وما بالتعاون مع وزاره الداخليه. ومبادرة الدار أمان هي تتيح للمواطنين تسجيل أسلحتهم الغير مرخصة، يسجلها ومن ثم يرخصها، بحيث أنه يكون هو تحت مظلة قانونية واضحة، السلاح ما يكون مجهول الهوية. والأسلحة هذه اللي عند المواطنين كيف حصلوا عليها؟ حصلوا عليها هي مخلفة يدود، ورث موجود عندهم من يده ومن أبوه، موجودة عندهم. واليوم في ظل الأمن والأمان ولله الحمد والجهات الأمنية الموجودة، المواطن صار السلاح يحتاجه اليوم عنده كموروث. فما قلنا سحب الأسلحة، قلنا رخص السلاح وخله عندك. ولكن بعد إطلاق بطولة الإمارات للرماية، واليوم نحن متواجدين في المعرض، شفنا ناس عندها أسلحة آلية تقدمت يبغي يشارك مثلا في البطولة، يبغي يكون موجود، فصار تعاون ما بيننا وما بين شركة كركال. شركة كركال تقدمت ب100 قطعة، يحق يعني فتحوا باب الاستبدال ل100 قطعة آلي أو نصف آلي، يعني رشاش أو M16، أن يستبدلها بإحدى الخيارات الثلاث: أما بندقية السكتون، أما بندقية التوتو 3، أما بندقية 308. البنادق هذه اللي تم اختيارها هي بنادق تشارك لها فئات عندنا في بطولة الإمارات، ولكن مو بشرط اليوم أنت إذا بدلت لازم تشارك، أنت بدل وخلي السلاح عندك، يمكن اللي السنة هذه تشارك، يمكن السنة وتبدأ تتدرب والسنة اللي بعدها تشارك. ولكن في حد من الناس يقول لك أنا الآلي ما أحتاجه عندي ولكن سجلته، اليوم شو الحل؟ أنا أستبدله ببندقية صيد حديثة أو بندقية رماية موجودة. فالمبادرة هذه هي القصد منها إتاحة الفرصة للمواطنين باستبدال أسلحتهم الآلية إلى بندق صيد حديثة. السلام عليكم أخوي عامر، كيف تشوف يعني دور دولة الإمارات العربية المتحدة في
اقامه نفس هذه المعارض العالميه واستقطاب الشركات العالميه والناس من برا؟ شو حاب تخبرنا عن هاي؟ شوف، عوامل رئيسيه اليوم لاستقطاب المعارض عندك وجذب الشركات العالميه بالحضور، يعني انهم يتوافدون عليك يبغون يكونون موجودين، هو عامل رئيسي الامن والامان. دوله الامارات يعني متقدمه في هذا المجال وحاصله على المركز الاول، ويعني امنه ولله الحمد. نحن نشوف عدد الجنسيات اللي عندنا الموجوده ولله الحمد، ما في عندنا تفرقه والناس كلها واحد. واكبر دليل اليوم ما يقول لك المواطن والوافد، المواطن والمقيم، فكلنا نحن عينين في راس تحت قياده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأخوانه الحكام. فولله الحمد دولة الإمارات تنعم بسمعة طيبة وصفة مميزة ما بين الدول، واليوم هذا اللي يخلي العالم كله يتجه إلى دولة الإمارات، سواء في استثمار، إذا في معارض، إذا في أي شيء، أنه يحضر ويتواجد عنده. فرصة أصلاً بين أن الشركات تقدر تطور من نفسها وتساعد على الابتكار والتطور. صحيح صحيح. معرض الصيد والفروسية اليوم مو بمعرض أسلحة فقط، اليوم فيه الأسلحة موجودة، فيها أدوات الصيد موجودة، كل الرياضات اليوم مشاركة في معرض الصيد والفروسية، بالإضافة إلى دخلوا الذكاء الاصطناعي، شركات الذكاء الاصطناعي قامت تعرض في المعرض وموجودة، ومشكورين صراحة اللجنة المنظمة في يعني معرض الصيد والفروسية على النسخة هذه المميزة. المساحات أكبر من العام، مساحات الشركات بعد العارضة مساحات كبيرة، إدارة متميزة، ويعني سيستم ما شاء الله يعني الكل يشيد به ويعطيهم العافية.